حياكم الله معنا. وصلنا الحين لفقرة اللقاء الرياضي اللي راح يجمعنا مع نجوم منتخب الكويت الوطني السابقين الكابتن فرج لهيب والكابتن وليد علي. وإحنا راح ناخذ هذا الحين الاتصال مع الكابتن وليد علي لين يجهز اتصالنا مع الكابتن فرج لهيب. عنده يمكن مشكلة تقنية صغيرة لكن راح ينضم لنا إن شاء الله. مساك الله بالخير وحياك الله كابتن وليد. مساك الله بالنور اخت غادة وعلى جميع العاملين في تلفزيون الكويت وبالاخص برنامج جال الكويت. وطبعا احب يعني اقول اسال الله الشفاء العاجل لاميرنا الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح ويرجع سالم غانم بين اهله وعياله. اللهم امين. آمين يا رب العالمين. كابتن وليد، بيني وبينك وانسى المشاهدين وانسى الجمهور وسوالف هذه كلها، انت داعي على الكابتن فرج ان اليوم ما تبي يطلع ويانا ولا شو السالفة؟ من العصر اليوم انا وياه في الاذاعه بوزارة الاعلام، فهو اللي قال ينزل البرنامج وانا ما بغيت انزل. يوم نزلت البرنامج اشتغل عندي ما اشتغل عندي. كاهو وصل 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 اللهيب كله وصل لنا، دفى الاستديو اللي اصلا هو بارد بوجود الكابتن فرج لهيب، شعللت الاجواء. مساك الله بالخير كابتن فرج. هلا فيك اخت غادة، امسي عليك وامسي على السادة المشاهدين وعلى طاقم برنامج ليالي الكويت وعلى اخوي وصديقي المقص وليد علي، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشافي امير دولتنا يا رب العالمين. يا رب آمين بإذن الله. احنا نبي نتكلم يعني اليوم عن صداقتكم اللي يعني الكل يشهد لها، وجودكم مع بعض يمكن تزاملتوا وانتم شويه جيلين مختلفين. كابتن فرج اكيد حضرتك اقدم، لكن تزاملتوا في وقت من الاوقات واكيد يعني كان في سفرات كثيره تجمعكم، معسكرات كثيره تجمعكم، فايش اللي خلاكم اصدقاء لغايه اليوم؟ شوفي غادة، يمكن وليد يعني لحق على فترتي ولعبت معاه وايد. وليد علي يمكن الامانه المرح اللي في الاجواء اللي كان يعملها في المعسكرات هي تخلي يعني تخلي الشخص يحبه الامانه، فلله الحمد يعني. وهذا ما ميز يمكن جيلنا لغايه الان، علاقتنا ممتازه مع بعض، نطلع نشوف بعض، بيننا اتصالات متواصله، خصوصا بعد في امور البرامج الرياضيه التحليليه دائما نكون متواجدين نحرص على بعض، فلله الحمد هذا يمكن ميزه احمد ربي عليها. نعم. كابتن وليد، شلون يعني كرة القدم لها سيستم معين، لها جدول معين، لها طريقة معينة لازم تحافظ فيها على صحتك، على جسمك، على كل هالأمور. بعد الاعتزال ما شاء الله أنتوا الاثنين ما زال يعني عندكم هالحب للرياضة ومحافظين على نفسكم. طبعا اول شيء انا اقول كابتن فرج لاعب كبير، الجاكور الملقب الجاكور، من افضل خمس مهاجمين في تاريخ الكره الكويتيه، وانا اتشرف ان كابتن فرج لهيب لعبت معاه في نادي الكويت ومع المنتخب، وصداقتي اكيد هذا فخر بالنسبه لي. والكل يحب يتقرب من فرج لهيب، لاعب كبير وخاصه برا الملعب في الجمهور يحب اللاعب ويعرفه داخل الملعب، بس هو ما يعرف شخصيته خارج الملعب، فشخصية هو مالح يعني. فرج يعني من النوع اللي كابتن فريق داخل الملعب وخارج الملعب، اخو كبير، فانا اتشرف بصداقتي معه. وبالنسبه طبعا بعد الاعتزال دائما احنا عندنا الفكره اللاعب الخليجي او اللاعب العربي يكون انه خارج الملعب خلاص من يعتزل ما يهتم بجسمه ويهتم بالرياضه. اي هذا الثقافه يمكن الدارجه عندنا في منطقه الخليج، ولكن لما نشوف اوروبا صحتهم شلون والبنيه الجسمانيه والاهتمام بالرياضه بعد الاعتزال، هذا اللي خلاني انا اكون مستمر وتعودت. يعني مو بس انه صار كانه دوام، يعني الواحد مثلا سواء مرتاح بدوامه او مو مرتاح مجبور يروح، صار انه اجباري اني اروح انا النادي. فنفس الشيء كابتن فرج يعني يزاول الرياضه، وفي تجمع احنا عندنا اللاعبين بين فتره وفتره، جروب واتساب اكثر بلاعبين منتخب من انديه ثانيه، فنلعب
فالرياضه حلوه ترى بالعكس. اصلا لما انا مرات لما اداوم اشوف نفسي ان انا بكامل النشاط صراحه. الرياضه هي تجدد الدم، تنشط الخلايا. بالعكس الواحد يحب يكون صاحي من الصبح لليل، ما يحوشه خمول، لان نعم. الرياضه هي الشيء الاساسي في نشاط الانسان. نعم. خلال اخت غاده، انا عندي تعليق، عندي تعليق على النقطه بالذات. شوفه، يمكن دخول السوشيال ميديا والبرامج الرياضيه، يمكن احنا عشان اعتزلنا في وقت يمكن دخلت فيه السوشيال ميديا، يمكن الجيل الذهبي اللي قبلنا ما لحقوا على يمكن السوشيال ميديا والبرامج صحيح. الرياضيه عشان يهتم بنفسه اكثر، فيمكن هالشيء يعني اختلف معاهم. فاحنا لحقنا على هالجيل، لحقنا على السوشيال ميديا، لحقنا على البرامج الرياضيه، فقمنا نشوف اللاعب اذا اعتزل ممكن انه يمارس الرياضه في البيت او في اي مكان ثاني، ويهتم بمظهره ويظل مثل ما هو كان لاعب، وبعد ما اعتزل يظل جسمه محافظ عليه. نعم. شلونكم الحين مع طريقه الحياه والطبيعه اللي اختلفت تماما عن قبل مع فيروس كورونا؟ ما في انديه رياضيه الحين، ما في حتى جيم. شلون قاعدين تقضون ايامكم؟ طبعا خلينا نقول كيف تفرج، خلي يتكلم ابدي انا ولا وليد. شوف، يمكن الجائحه هذه فيها امور سلبيه، فيها امور ايجابيه. احنا بندخلها من الجانب الاجتماعي، بالعكس هي فادتنا اكثر للامانه. يمكن احنا يعني عقب ما يعني الفتره اللي كنا نلعب فيها كنا بعيدين شوي عن اهلنا عن عيالنا بسبب المعسكرات، بسبب البطولات الخارجيه. لكن الفتره هذه للامانه خلتنا نقعد اكثر في البيت، ونجابل يعني عيالنا اللي بالفتره اللي كنا نلعب فيها ما كنا نشوفهم وايد. نعم. فقربتنا اكثر. يمكن حتى وقتنا بعد ما اعتزلنا بدينا ان نتجه الى التحليل الرياضي والبرامج الرياضيه. فالجائحه هذه خلتنا وايد متفاهمين حق عيالنا، قعدنا معاهم اكثر، قاعد نمارسها في امور ثانيه ونعوضها في التمارين الهوائيه او بالفريت مثلا نركض. كوني انا في عملي فمزاول اللعبه، ووليد ما شاء الله يعني جسمه ما يتغير، هذا هو يعني. نعم. يعني وليد كلمني عن المواقف اللي تتذكرها بينك وبين الكابتن فرج. يعني عرفنا ان انتوا الاثنين يعني اصحاب مقالب. ابو شهد، يعني الفتره المعناه بالكويت بعد اعتزال كابتن طبعا ابو خالد نوجه له تحيه عادل اقله، فرج لهيب هو اللي استلم كابتن فريق قياده الفريق. فالقائد خلاص هو مثال. عانيت غاده، عانيت يا جيتك بالسؤال، شلون تقدر تقودهم؟ فكابتن فرج هو يعني روحه حلوه مع الكل، وما يعني هذا اللي ودي اوصله حق اي لاعب لما يوصل الى اشاره القياده، انه ما يشوف نفسه اللاعبين، لانه راح يكون مثال حي للاعبين حتى الصغار. ففرج قمة التواضع مع الكل، ما كان يفرق بين لاعب الخبرة ولاعب اللي تو صاعد، فهذا كان يميز كابتن فرج. مواقف كثيرة، في مواقف تنذكر، في مواقف ما تنذكر. اللي تنذكر طبعا كابتن فرج، أتذكر في معسكر أيام بلاي ستيشن وأنا كنت بالغرفة يعني رميتي أحمد الصبيح أبو محمد، كنا نلعب وإذا فتحنا الباب راح يجون زحمة اللاعبين. فقلت حق احمد وانا العقر المدبر، قلت له اكتب باب، كنا نايمين يعني الساعه 9 مستحيل معسكر، على الاقل 11 نايمين، فقلبنا نايمين الساعه 9 بعد العشاء، وكنا بسويسرا وسكرنا الباب، يطقون الباب، افتح الباب، كان يم غرفتنا فرج لهيب الاستوديو، كان يطق الدريشه اليمنى لان غرف حيل يم بعض، فالدريشه وهو طلع من الدريشه وطق دريشتنا، افتح الباب، ادري انك مو نايم، لا تشذب علي، انت قاعد اسمع صوت المعلق على البلاي ستيشن، واحنا مطيشين، كان يقول لي اذا انت ريال طل من الدريشه. انا طلعت من الدريشه ولا شاي حار يعني على صدري. شاي حار حرقني صدق حرقني. انا بديش بطق الباب على لا وليد، خلني افضل اني انا عانيت منك وايد وليد، وايد عانيت. هذه شاي كابتن فرج. شوفي يعني لما الواحد يكون كابتن فريق فعليه انه مثلا يكون شخصيته خارج الملعب اهم من داخل الملعب ترى، يعني القياديه لازم تكون برا، متى ما حبك اللاعب، متى ما عندك اخ اكبر منه
فأكيد راح ينعكس داخل الملعب. فوليد من اللاعبين اللي يعني اللي قمت بحرقهم برا ملعب نوعا ما نقول سهل، لكن داخل الملعب صعب. وليد وليد من اللاعبين اللي نوعا ما عصبيين، وعنده مقولة دائما يقولها ان انا مدرس وانا مدرس وانا عندي طلبة وانا عندي طلبة. ما صارت يعني مو معقولة بس انت اللي عندك طلبة يعني. ف اذا كان مباراة عندنا واذا كان في تمرين وليد يكون عصبي قاعد اتعامل معاه يعني قاعد انزل ليه مستوى وليد عشان افهمه انه يعني الامور شايفه وليد داخل ملعبكم مغاير انسى الاشياء انسى الجمهور. فوليد عصبي وتعامل معاه صعب، لكن بالاونه الاخيره وليد بدا يتفهم شنو معنات القياديه، بدا يحس فيني، بدا يقدر الوضع اللي انا قاعد امر فيه، خصوصا انا في نادي كبير نفس نادي الكويت، فمطالب في بطولات مطالب في انجازات، فعليه انه مثلا يساعدني. فبالفعل عقبها بدا انه يساعدني ويتفهم الامر بعد معاناة طويله يعني. يعني شلون قلتها بطريقه يعني صراحه قويه. عندك تعليق كابتن وليد؟ انا بقول حق كابتن فرج تفاهمت معك بعد الشاي الحار. اضطريت انك تفهمه. والله فوق انا افهم الاول الا شاي حار. معنا هذه المداخله ايضا من المدرب الوطني الكابتن انور يعقوب، مساك الله بالخير. فيديو راح نشوفه فيديو مسجل ونرجع لكم ان شاء الله. طبعا وليد علي من اللاعبين المميزين يعني اللي اشرفت عليهم امانه من عمره تقريبا 13 سنه وانا معاه لا يصعد الفريق الاول. لاعب مميز وليد يعني، ومن اللاعبين بعدين فيهم طبع يعني وايد زين داخل الملعب، ما يحب يخسر يعني. يمكن اللي يشوف وليد بالمباريات يقول الاخلاقيات وكذا، بالعكس وليد من اللاعبين المميزين ومقاتل، بس برا الملعب اخلاق ومن عائله كريمه. طبعا أتكلم عن وليد يعني، أنا من اللي ضغطت على نادي خيطان إنه كثر ما يقدرون إن يطلعون وليد عليه، لأنه لو تم نادي خيطان راح ينتهي. ليش؟ والسبب إنه أغلب الأندية الصغيرة ما لها يعني حظوظ إن اللاعب يوصل المنتخب بسهولة. فوليد كان يبي يبطل كرة أمانة، كان يبي يبطل، وأنا ضغطت عليهم إنه يطلع، والحمد لله طلع وبرز من الكويت و حقق بطولات مع الكويت ومع منتخب الكويت طبعا بهدفه الشهير في دورة الخليج اللي كانت في اليمن، لحظ منتخب الكويت الوطني فيها كأس الخليج. طبعا وليد أعجز يعني، الإنسان يعجز عن وصفه في أخلاقياته وفي إنه ما ينسى اللي أشرفوا عليه. تعليقك كابتن وليد؟ أنا طبعًا بعد الله سبحانه وتعالى في أكيد ناس في أي نجاح أي شخص في سواء في عمله أو في المجال اللي هو فيه، في أشخاص بعد الله سبحانه وتعالى. هذا أحد الأشخاص كابتن أنور يعقوب أبو أحمد، ما أنس يعني ما أنسى له جمايله صراحة. مدرب صحيح إنه مدرب، ولكن قام في أدوار أكثر من مدرب. أخوي الكبير، أبوي، صديق المقرب، كان يمشي لي معاش من جيبه الخاص. كان في باصات يوصلون اللاعبين بيوتهم. احنا بذاك الفتره كنا لمده سنتين قعدنا بالاحمدي مع نبني بيتنا، فطريق من خيطان للاحمدي كان يمرني بسيارته. يعني مدرب كان يقوم في ادوار المشرف والاداري والابو والاخو وكل شيء، لانه لمس التميز اللي موجود عندك والموهبه الكبيره يعني. اخت غادم معاش شهري وانا عمري 14 سنه من جيب الخاص، مو من جيب النادي، من جيب الخاص. هذا عنده نظرة، وإحنا نقول إن في مدربين وطنيين عندهم نظرة، عنده نظرة إن وليد علي يوم من الأيام راح يكون لاعب قبل أول لاعب مهم بعد الله سبحانه وتعالى. أبو أحمد وحتى كابتن أحمد حيدر، هالأشخاص أكيد أنا ما راح أنسى فضلهم في أي لقاء. نعم. أي سؤال يسألني منو للفضل عليك بعد الله سبحانه وتعالى، دائما أذكر كابتن أنور عقوب، أذكر دراجان، أذكر أحمد حيدر، ولكن أبو أحمد ما أنسى له صراحة. يعني كان مرات ازعل انا، فيني وشه شوي مرات يعني، يجيني البيت يجيني البيت يجيني البيت ويقعد مع الوالد والوالده، ياخذني من الصاله ويقول لي غصب عليك تروح تتمرن.
فما انصح صراحه. يحاتيك خايف على مستقبلك، وفعلا نظرته كانت ثاقبه يعني، وكان اهتمامه بمحله. صحيح. اخوي فرج عندك تعليق؟ والله شوفي يعني وليد الامانه يمكن من اللاعبين يعني لو تم بالفعل، انا ايد كلام الكابتن انور يعقوب، لو تم في نادي خيطان ممكن ما راح نشوف موهبه وليد علي، لكن لما انتقل لنادي الكويت نادي كبير بدات الناس تشوفه، بدات الانظار تتجه عليه، فبين يمكن اللاعب هذا كان عنده اشياء لكن ما كانت ظاهره اكثر، كنا في نادي متوسط نقول مع احترامي لنادي خيطان، اتجه نادي الكويت بدا يظهر موهبته وطريقته في اللعب، فاعتقد ان كابتن انور يعقوب له فضل كبير بعد الله سبحانه انه جاب وليد عندنا في 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 نادي الكويت، كان وليد علي يمكن يعتبر عنصر مهم في نادي الكويت وما زال للامانه يعتبر احد مفاتيح واحد العناصر المهمه في نادي الكويت. زميل لكم ايضا ونجم من نجوم منتخب الكويت الكابتن بشار عبد الله عند هذه المداخله، نشوفها ونرجع نعلق عليها. السلام عليكم ورحمه الله، معكم بشار عبد الله، سعيد اليوم ان اتكلم عن اخوي وصديقي فرج لهيب. للاسف عندي وقت قصير ان اتكلم عن فرج، مع انه يعني راح احتاج لوقت طويل جدا ان اتكلم عن فرج اللاعب، فرج الشخص. بالنسبه لي فرج اللاعب يمكن انا اشوف انه من اكثر المهاجمين المظلومين في تاريخ الكره الكويتيه. فرج يستحق انه يكون اذا ذكر اسماء اللاعبين الافضل المهاجمين في تاريخ الكره الكويتيه، فرج يستحق انه يكون من ضمن هذه الاسماء. انا لعبت مع فرج وكنت يعني محظوظ ان العب مع فرج، لانه فعلا من المهاجمين اللي ترتاح الكل، لو تسأل اي لاعب، اي لاعب نص لاعب مهاجم بيقول لك انه يفضل دائما يكون يما لاعب مثل فرج، سهل انك تتفاهم معاه، سهل انك تعرف شنو يبي، سهل ان انت تعرف يعرف انت شنو تبي، يلعب لمصلحة الاخرين اكثر ما يلعب لمصلحته. وايضا اتكلم عن فرج الاخ والصديق، يعني قصصنا وسوالفنا انا وفرج كثيره. فرج من اكثر اللاعبين طيبين القلب، يعني صعب تجد شخص ما يحب فرج، وانا شخصيا من اكثر الاشخاص اللي يخلوني اضحك، يمكن انا صعب ان اضحك، لكن فرج لو يقول اي شيء ممكن يضحكني. لاعب شخص دمه خفيف، يحب ربعه، طيب القلب، وصعب جدا اللي يعرف فرج صعب جدا ان ما يحبه. فبالتوفيق لك يا ولهيب وشهد، وان شاء الله من نجاح الى نجاح. شكرا طبعا للكابتن بشار. ويعني لما يكون اثنين مهاجمين بالفريق وبالمنتخب وبهذه الاحترافية العالية وحب الآخر، وإن ما يكون هناك أنانية بينهم، أصبحت عملة نادرة كابتن فرج. أول شيء يمكن خنقتني العبرة والله. اي حسيتك تاثرت. بس مشان حتى لو يعني يعجز اللسان عن وصف بشار عبد الله، يعني بشار من بالنسبه لي انا، بالنسبه حق فرج لهيب، مع احترامي حق الاجيال كلها واللي مرت، اللي يعني اللاعب اللي شفته بعيني ولعبت معاه وتمرنت معاه وكلت معاه ورحت معاه معسكرات، اسطوره بالنسبه لي انا بشار عبد الله، اسطوره. يعني دائما يفرح حق غيره اكثر ما يفرح حق نفسه، حتى يمكن المشاهدين او الجماهير لما يشوفون بشار يسجل هدف ترى فرحته مو نفس فرحته لما غيره يسجل هدف. نعم. بشار ما يعرف يفرح حق نفسه، دائما يفرح حق غيره. بشار تعلمت منه اشياء وايد، يعني طيبه الاخلاق، ونفس ما قال ترى بشار من الشخصيات اللي صعب انه يضحك او يتغشمر، فانا كنت ادخل عليه من هالباب هذا، تدري يعني قاده احنا بمعسكرات في بطولات، فتكون مده طويله، فنحتاج شوي اجواء مرح، فدائما انا ادخل على بشار بهالجانب هذا، وتشرفت اني لعبت معاه، تشرفت اني
زاملته، والله الحمد لغايه اليوم هذا وانا علاقتي فيه بشار وايد طيبه، اكثر من اخ اكثر من صديق. الله يتمم عليكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على هاللقاء الجميل اللي كان خاطري انه يكون اطول بكثير، يعني اكيد كان في مواقف كثيره بينكم انتم الاثنين وبينكم وبين كل لاعبين المنتخب في ذاك الوقت. اشكركم جدا على وجودكم معنا بليالي الكويت، ويا رب ان شاء الله تشرفونا داخل الاستوديو بحلقه باذن الله تكون مميزه اكيد بوجود هذه الأسماء الكبيرة في عالم الرياضة الخليجية. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا بكذي وصلنا لختام حلقتنا، راح نرجع نلتقي بحضراتكم في الغد إن شاء الله. مع السلامة.